الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وآله وصحبه ما دامت الشمس والقمر، وبعده. فسائل يسأل ويقول: ما حكم حشو الأسنان وخلعها وتنظيفها في نهار رمضان؟ وللجواب نقول: سواء كان حشو الأسنان أو تنظيفها أو خلعها في نهار رمضان، فلا شيء من ذلك يؤثر في صحة الصوم. ولكن بالتجربة وبالواقع المعاش ظهر لنا أنه أو تكون هناك صعوبة بالغة لدى الصائم في الاحتراز من تلك الأمور. فإن أمكن للصائم أن يجعل تلك المسألة أو ذلك العلاج في ليله دون نهاره يكون ذلك أفضل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأكرم وآله وصحبه وسلم. Thank you.